يلا نعمل عندنا كيكة الايه الشوفان. طبعا الشوفان لوحده في الكيك عمره ما هيظبط، بس خلينا نكون متفقين، الشوفان لوحده في الكيك عمره ما هيظبط، مش هتلاقي الكيك لا أعمدة، هتطلع مكتومة جدا وهتطلع هبطانة، لان هتطلع تقوم في الفرن وبعد كده تقوم هبطانه مش هتلاقي فيها اي حاجه. طيب امال ايه اللي ثبتها؟ عندك حلين، لا اما تحطي، انا بعمل اكل ايه صحي مش اكل دايت، في فرق كبير قوي يا جماعه وفرق شاسع. لو انا هشتغل بدقيق الشوفان ممكن احط لا اما كوبايه من الدقيق الابيض او كوبايه من دقيق القمح او كوبايه من دقيق القمح، يبقى عندي 2 كوبايه من الدقيق وعندي 2 كوبايه من الشوفان، عندي نص كوبايه من السكر الدايت قدام حضرتك اهوت، نص كوبايه صغيره يعني، دي انا هاخد بس معلقتين او معلقتين ونص على الكيكه، معلقتين او معلقتين ونص، اكتر من كده بلاش لان بيعمل طعم مر، وانتوا عارفين اي سكر دايت بيبقى له افتر تيست بسيط قوي. تمام، 3 معالق من صغيره من البيكنج باودر، 3 معالق ممسوحين يعني، عندي معلقه صغيره من البيكنج صودا بيكربوناته يعني، رشه ملح، 2 عدد بيضه، وعندي 2 معلقه من الفانيليا السايله، عندي معلقه صغيره من القرفه البودره، عندي كوب حليب خالي الدسم، عندي نص كوبايه من زيت الذره، 4 حبه موز مهروس. يلا بينا يلا بينا. اول شيء بنقوم عاملينه، واخدين عندنا الكبه اللي عندنا ديت وحاطين فيها 2 كوبايه من الشوفان، وانا عامهم شويه معايا. وهو بينعم كده هبدا ان انا يعني هضيف الموز واحده واحده على الشوفان وهو شغال في الكبه، فاهمين ازاي؟ هنحط كام موزه بقى؟ هنحط 3 موزات بس عشان الموز ده كبير شويه. يلا. بعد كده بقوم ضايف، بعد كده بضيف عندي 2 عدد بيضه وهو شغال برضو في الكبه. بقوم حاطط عندي زيت الذره قدام حضرتك اهو. تعالوا نبص يا باشا على الاخبار، بص عامله ازاي، شايفين المنظر؟ كل حاجه لسه موجوده، محطوطه فين؟ في الكبه. نقوم شايلينها ونقوم حاطين عندنا الحليب الخالي الدسم، ونقوم ايه مقفلينها ومكملين خفق. هنا بقى عم جمال بنقوم واخدين ايه بقى؟ واخدين عندنا الدقيق اللي هي الكوبايه من الدقيق، زي ما اتفقنا تقدر تشيل الدقيق ده وتحط دقيق قمح. عندي بص بقى كام معلقه من السكر الدايت زي ما اتفقنا، دي هيعادل لك نفس المعادله بتاعت السكر العادي، ادي 1 ادي 2 ونص كفايه. ما تحطيش اكتر من كده. نقوم واخدين عندنا البيكنج باودر، بص التلات ارباع باكو. سنه بسيطه جدا من البيكربوناتو. وبعد كده نقوم حاطين عندنا سنة قرفة بودرة، تمام؟ القرفة طبعا بتساعد على معدل الحرق جامد جدا.
وبعد كده بقوم حاطط عندي الفانيليا، بحطها هنا طبعا على الحاجه اللي موجوده هنا، شويه فانيليا سايله كده. اديها بس كمان واحده. نقوم واخدين يا سعاده الباشا الكلام ده كله ورايحين فين؟ عندي على الخليط اللي موجود قدام حضراتكم ده. يا عيني هنزل، ادي كيكة الشوفان الجميلة والرهيبة والسهلة قوي قوي والصحية جدا. اقوم واخد عندي مضرب السلك ده هوت، واقوم مقلب الخليط ده كله مع بعضه. بجيب عندي فرشة واجيب عندي طبق راكل محترم اللي انا بكلمك فيه اللي هو الصحي، بقوم حاطط عندي فيه معلقة زيت صغيرة. حلو الكلام. واقوم داهن بيه الطبق كويس جدا. واقوم واخد عندي الكيكة، بص الكيكة القوام بتاعها عامل ازاي، والله حلوة يا جماعة، يا رب تجربوها. بص عاملة ازاي الكيكة، كيكة رهيبة ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا. تعال نجيب طبق تاني عشان الكمية ما شاء الله كبيرة. هجيب عندي الاسباتيولا ديت، ونقوم واخدين عندنا الكيكة التانية اللي قدام حضرتك اللي احنا عاملينها، ونقوم منزلينها. يبقى احنا شغالين بنعمل لكم اكلات صحيه جميله. تعالوا ايه نوزع الاثنين دول على الطبق بالظبط بحيث دي الكميه دي تبقى نفس الكميه دي. بس كده، ودي اللي احنا بنعملها دي كيكه الشوفان الصحيه والجميله، ونقدر الحاجات دي ان شاء الله ان انتوا تعملوها وتنفذوها عندكم في البيت تطلع معاكم حاجه محترمه قوي. هنقوم واخدينها كده اهو، ولاد حلال والله. طيب درجة حرارة كام؟ فوق المتوسطة 170. نقوم واخدين عندنا ديت، مايلة ولا كده مظبوطة يا جماعة؟ لا كده مظبوطة. الميل ده مهم قوي، لو مايلة شوية هتلاقيها للأسف الكيكة هتميل معاكي. ونقفل يا سعادة الباشا لحد ما تكمل التسوية بتاعتها. طيب بعد ما تطلع معايا بتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، الموز جواها. انا كنت عاملها في صينيه صيديه، تمام؟ بعد ما تطلع معاكي بتبقى عندك بالشكل ده. بصي كيكه طريه وجميله جدا. طيب عاملين لها ديكور حلو، تعالوا نعمل لها ديكور حلو جدا. اجيب عندي سكر الدايت بتاعنا، واجيب عندي سكينه، وايه اللي هنا ده؟ تعالوا بقى نشوف عندنا دي الموز. بص يا سعادة الباشا كده، وتعالوا ناخد عندنا، بص هنا ريس طاسة، عندك واحد بيعطس ربنا يستر. طيب هنجيب عندنا السكر الدايت، بصي والموز بنقوم حاطينه كده اهوت، ونقوم مكرملينه كده، ونقوم مكرملين اهو عشان نعمل ديكور محترم من فوق الايه الكيكه. وبعد ما ياخد الكراميل بتاعته بنقوم واخدينه حاطينه فين؟ على الكيكه من فوق. ده سكر، ده سكر فعلا، سكر دايت والله، تمام؟ مش سكر عادي، تمام؟ وهو بيبدأ يكرمل اهوت. بص الكراميل عامل ازاي؟ نقوم واخدينها كده، حلو الكلام، ونبدأ اللي احنا نرصها بالشكل ده كده من هنا على الكيكة بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بعد ما عملنا لها الديكور بتاعتها ادي كيكه الشوفان اللي احنا عاملينها على الهوا، لسه طريه
قدام حضرتك اهي بدات تطلع من النص اهي. بص ما شاء الله اهي لسه بعرفها انا اول لما جسامي انها بتلاقيها طريه بعرف اللي هي لسه من غير ما بتجيب سكينه بقى وخله ولا اي حاجه من ديت. يعني انت بتبقى عارفه الحاجه بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي.